السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وصبحكم الله بالخير والنور والسعادة والسرور. من مسقط الجميلة نعطيكم أجمل تحية وسلام. واليوم عندي مشاوير بسيطة كذا، وأجمل مشوار ما رحت له من قبل الصيف. يعني هذا المكان ما أروح له إلا في وقت البرد أو في الأجواء الباردة أو في الشتاء، لأنه حقيقة مكان جميل ورائع، والجلسة فيه صراحة ما تنمل. ما أعرف في بعضكم كان يتابعني لما أروح هذا المكان، ولا ما يتابعني اليوم أروح، لأنه أحد الأخوة الأعزاء على القلب عزمني على كوب شاي هناك، فرايح إلى هذا المكان. وين ذا المكان؟ ترقبوا. عموما أوقاتكم سعيدة ويومكم جميل، وأسأل الله لكم التوفيق. وطلبتنا اللي الحمد لله رب العالمين حصلوا على يعني فرص في يعني فرص مقاعد في التعليم العالي، إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، كل ما حصل إن شاء الله في الفرز الثاني، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى، وربنا يوفقكم لما فيه الخير والصلاح، ونشوفكم بإذن الله تعالى يعني دائما في العالي. الله يحفظنا ويحفظكم من كل شر ومكروه بالتوفيق. وصلت إلى الموج مسقط، هذا المكان الجميل اللي أحب أن أجي فيه دائما، ومع عربة الجولف اللي تأخذك يعني في جولة كذا. الجو لطيف لطيف صراحة، جو حلو تو، لونج تايم أنا ما يجي. يلا بسم الله، أنا أخذ لنا جولة بإذن الله تعالى. يلا جو. يا الله، بدينا جولتنا في الموج جراند. طبعا الحين بنروح مع عبد السلام أول شيء، ومن عبد السلام يا سلام نسمات جميلة. يا أخي رفه نفسك، والله رفه نفسك، لا تجلس لداخل البيت وتقول والله أنا ما عندي فلوس أطلع ما بروح. لا أطلع، احنا هذا الجاي مثلا ذي الطلعة تركب لك ذي السيارة مجانا، تتمشى تغير جو مجانا، يعني اطلع غير جو حسب إمكانياتك. لكن الأمور طيبة، الأمور طيبة يعني، وفي أماكن ممكن تجلس فيها، باتاكل ما باتاكل، باتشرب شيء ما باتشرب شيء، ما حد يقول لك لا. يعني أماكن ما شاء الله تبارك الرحمن جميلة جدا جدا. لا تخلى نفسك دائما منكبت على نفسك على مكانك على جالس يعني بس كذا، اطلع غير جو، الدنيا حلوة. والله يسعدكم يا رب ويعطيكم الصحة والعافية ويبعد عنكم كل شر ومكروه. طبعا في الشتاء هذا المكان كله تلقى ما شاء الله مزحوم، ما تلقى حتى مكان تجلس فيه، لأنه الإطلالة جميلة، الجلسة حلوة صراحة. ومثل ما قلت لكم خلاص الجو بدأ يكون جدا جدا جميل. أبو العز كيف الحال؟ مبارك سلامات، قالوا لي تعورت مره ثانيه. الحمد لله، وعشان كذا جيت اشوفك صراحه. الله يسعدك. وعادنا الموج، الموج ما اجي الا في الشتاء، لكن حقيقه خلاص الاجواء بدت حلوه وجميله واطلالات جميله رائعه. ما جالس خارج ليش؟ لكن الأجواء حلوة ونسمات حلوة صراحة. الله يسعدك، الله يسعدك يا رب، بارك الله فيك. عاد الأمور طيبة، كلها طيبة. خلاص ما دامك جالس هنا بنجلس هنا. أسعد نفسك بنفسك، لا تنتظر ولا يسعدك، وهذا بقياس أقوله. يعني قلت لهم تو طلعوا، لا تجلسوا كابتين أعماركم وصباحك ومن يرسم يومك. الله اكبر. كان صباحك في الجاد المكان جميل بذكر الله. طبعا انا ما اخرج من البيت، شفت يمكن خلال منصات الا
دعاء طلع البيت لكم السيارة وبعدها أروح أقل السنة وبعدها أروح إلى أعمالي. إلى أعمالي. والله برنامج جميل. الحمد لله. جميل جدا جدا. يعني استفتح يومك بشيء كذا. نعم. الله أكبر. طبعا الإنسان يبدأ من بداية الصباح من صلاة الفجر وبعدها بإذن الله تعالى الله أكبر. وبعدها يروح إلى مكان جميل. توكل على الله. ويجلس مع الناس. الله أنت جميل. أنت جميل أبو العز. الله يسعدك ويوفقك دائما وأبدا. أسعد نفسك بنفسك. ولا تنتظر من يسعدك. وعيش الدنيا. أبو العز. شكرا على الضيافة الجميلة وعلى هذا اللقاء الجميل والله يسعدك والحمد لله رب العالمين. نحن نعرف بعض الحين يمكن أكثر من 5 سنوات يعني هذا شرف بالنسبة لي. الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية ويرزقك. أنت إنسان أيضا مجتهد. الله يطول عمرك يا أبو العز. الله تعالى مع السعادة. الله أكبر. ودائما كلمة حلوة تعجبني منك. علينا بالجهدة. هي والله صحيح. الإنسان يجتهد ويخلي الباقي على الله. خلي الباقي على الله. أنا دائما أقول الله تعالى مع الساحل. الله تعالى مع الساحل. الله المستعان. علينا بالجهد حلوة. علينا بالجهد. إن شاء الله نلتقي. لنرتقي. والله رايح توف شغل. إذا خلصت بدري إن شاء الله أتغدى معك. وإذا صار عندي كذا يعني تأخرت أضطر أن أرجع عبري. لكن المكان مكاننا ونلتقي دائما على الخير. شكرا جزيلا. غاية جماعة الخير. نتوكل على الله. قبلها خضلي جولة في المود. لأنه الجولة أبو العز هذا دائما. هي تشوفها. الأجواء. لا قوة وتشوف هذا بنياتي بنيات غيري. لكن الإنسان حتى لو بنيات غيره والله حتى لو بنيات غيره المهم تشوف الدنيا نظر عين كما يقول الشياب. الدنيا نظر عين. الله أكبر. مشى وشوف وناظر والدنيا بخير. انتو جولة انا قايل له ذمال سيارة الجول فيخطف علي. يا هلا وسهلا حياك الله. ليش ما رحت صلالة يا ابو حميد؟ رحت صلالة ولكن جلست فيها تقريبا مال 4 ايام. اربع ليالي ب5 ايام وخلصت. كان مطلوب علي عمل هناك ورجعت. وارتباطي هذه السنة هنا في البلد هو اللي خلاني ما أجلس في صلالة. وحقيقة القلب في صلالة والجسد كان هنا في عبري. لكن قدر الله ما شاء فعل. ارتباطي بالعمل اللي في عبري كان جدا مهم. كنت ما أقدر أطلع فعشان كذا ما قدرت أكون في صلالة مدة طويلة مثل السنة الماضية. وإن شاء الله إذا الله أحيانا السنوات القادمة جاية نروح صلالة ونستانس بأجواءها ونصور ونشوف الناس الطيبين اللي فيها. وقدر الله ما شاء فعل. ويمكن بإذن الله تعالى أيضا نروح كمين يوم في الصرب تو من بعد أو بداية شهر 9. وربنا يسهل على الجميع الخير يا رب العالمين. لكن لا غنى عن صلالة. لا غنى. واللي راح واستانس هنيئا لك الونسة اللي تونستها في صلالة. واللي هيروح نشجع الناس اللي هيروحوا لأنه حقيقة مكان يستاهل الزيارة.